أطفال الأنابيب. كثير بنسمع إشاعات مغلوطة من السيدات والأزواج اللي بيجوا بيراجعوا عنا بالعيادة، اللي هو عمر السيدة وعمر الزوج. هلأ إحنا دائماً بنفضل كل ما كان عمر السيدة والزوج بيكونوا أصغر كل ما كان أفضل، لكن بحالات معينة حتى الأعمار الكبيرة إحنا بنساعدهم على إجراء أطفال الأنابيب داخل العيادة.